السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، جبنا لكم مؤتمر صحفي تاع جمال بالماضي يوضح بعض الامور. على كل حال، سبب كما نقولوا سبب التعادل، وتمنيت صحافه يا خوتي سقسيوه على رياض محرز، واحد ما سقساه على رياض محرز. دوك ندخلوا في التفاصيل، نخليكم تسمعوا جمال بالماضي، ولكن نزيد نذكر خاوتنا اليوم لعبنا بزاف على الجهه اليسرى، لان نقاط القوه ونقاط الضعف في بوركينا فاسو. قلت لكم بوركينا فاسو وسمهم قدك، نعطي لكم جمال بالماضي واش قال، نوضح واحد الامور برك. الانغولا عندهم نقاط الضعف تاعهم الجهه اليسرى، ولكن انا كي درت نقاط القوه ونقاط الضعف قلت باللي اغلب الاهداف اللي سجلت عليهم من الجهه اليسرى. بصح واش عندك؟ قلت باللي ربع مباريات الاخرانيه راهم صلحوا، يعني ما تسجل عليهم حتى هدف، 0-0 0-0 0-0، ما سجلوش وما تسجلوش عليهم الاهداف. قلت لازم ننوعوا في اللعب من الوسط، ما سورتو الجهه اليمنى تسجلوا عليهم ثاني اهداف من الجهه اليمنى، يعني من جهه رياض محرز. بون، هنا باش تقول لي باللي جمال بالماضي يركز على هذيك الجهه لان نقطه الضعف، ويعني باش تنحي اللوم على رياض محرز، نحو لازم العاطفه هذه يا خوتي. رياض محرز لعبوا من جهته ما قدم والو، ضيع كره ما يرجع كره. رياض محرز يا خوتي دوك انتم راكو عاشقين في العشق، ما فهمتش انايا. نلومو في جمال بالماضي؟ لوم انا جمال بالماضي نلومو، كي ما يبدلش رياض محرز. رياض محرز راهو عنده مده ما راهوش يقدم على المنتخب، مده ما راهوش يراوغ. وراه رياض محرز تاع بكري، وراه رياض من الضربه تاع الكاميرون، من الضربه تاع الكاميرون وين لاكوب دافري، رياض محرز ما كانش نهائي، ما كانش وما كانش. من ذاك يدير لك لقطه يدير لك تمريره حاسمه، من ذاك من ذاك توحشنا الاهداف، توحشناهم بالبزاف الاهداف تاع رياض محرز. لو كان قوة في المنتخب والضعف تاعو يضعف المنتخب، الجهه هذيك اليمنى اليوم فاشله. على هذيك انا نلوم جمال بالماضي في التغيير تاع رياض محرز، واللي يحب العاطفه اقعد انت برياض محرز ونخرجه من الدور الاول هكذا ولا لا؟ لا، ما كانش عاطفه خوتي، اللي راهو مليح والناس كان بالليلي ما يخرجش. تقول لي في كيما يقولوا في كاين اللي قالوا لي يعني كان منهار بدنيا، منهار بدنيا، انا شفتو حتى دقيقه الاخرى، حتى الدقيقه اللي خرجوا فيها جمال بالماضي مازال يدافع. رياض محرز ما بانش كاع، شكون خرج؟ خرج بالليلي ولا رياض محرز؟ بالليلي على الاقل راهو يشكل خطوره. هذه نقطه لازم ونجيكم لواحد النقطه، نخليكم فيديو تاع نقاط القوه ونقاط الضعف، النقطه اللي ركز عليها بزاف شوفوها معايا يا خوتي. واش قلت؟ كله ضربات الجزاء، اغلب الاهداف تاعهم من ضربات الجزاء والكرات الثابته، اغلب الاهداف تاعهم من ضربات الجزاء والكرات الثابته. راح نعطي لكم باللي خطيرين، ويعني ضربات الجزاء اللي راهم يدوا فيهم، احنا ما ندو ما نشوفوش المنتخب تاعنا كل ماتش ضربه جزاء، اروحوا تشوفوا. هذا الفيديو اللي درته على نقاط القوه ونقاط الضعف، وركزت قلت حذاري 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 ضربات الجزاء، اغلب الاهداف تاعهم من ضربات الجزاء. جبت لكم في الفيديو تاع نقاط القوه ونقاط الضعف، جبت لكم زوج اهداف سجلوهم من كرات ثابته، وجبت لكم سته اهداف من ضربات الجزاء، وحده رطاوها وحده رطاوها، وحده كانت خارج المنطقه قريب على الخط، ما داوش ضربه جزاء. يعني ضربت وحذرنا، كان يحذر بن طالب ولا غير لاعب جاي موراه ضربه، ما فهمتش انا. قال ما جينيه وقف هكذا يخبط فيك نورمال، او موراك يعني اغلق رجلك افتح رجلك برك وخليه يصدم فيك. هذا هو السبب. على كل حال نجول جمال بالماضي يتكلم في الموضوع، اسمعوا. Coach, aujourd'hui on a vu deux visages. Une équipe qui a dominé sa première. علاش حبيت نحط لكم السؤال تاع الصحفي؟ لان السؤال تاع الصحفي عجبني بزاف بزاف بزاف، ولكن كاين صحافه ما سالوش كاع على رياض محرز. نتمنى يسقسوا الخطره الجايه قبل المباراه الجايه، يسقسوا على رياض محرز لازم. وما كانش عاطفه، ما 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 ماوش يقدم ما بن عمي راهو علاه كي 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 كيما باغ اكزومبل لاعبين ما يقدموش تنحيهم، رياض محرز ثاني تنحيه، ديروا جوكر بالك ينجح لك. رياض محرز لو كان بالك ديروا جوكر بالك يدير حاله. هو بيب غوردو لو كان دايرو جوكر قاعد يخدم بالعاطفه، بيب غوردو لا باش دا شامبيونز ليغ ما خدمش بالعاطفه، ما على بالوش بيك. المهم التعاون، وهنا تهم مصلحه المنتخب ما تهم مصلحه حتى لاعب. انا شوف لاعبين دافع عليهم في الانديه تاعهم، في المنتخب ما كان لا دفاع لا والو، اللي قدم هذاك هو منتخب. تهمني مصلحه المنتخب، ما تهمنيش انا مصلحه اللاعب. في النادي ندافع عليك، مالغري غلط نضرب به قوه معاك، في المنتخب اسمح لي خو، اللي ما يقدمش ما قدمش ويشد الدقه. اسمع.
mi-temps, on a vu du mouvement, on a vu une équipe qui a appliqué son plan de jeu, rigoureuse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la première mi-temps, 68% de possession de balle, 9 corners, 2 tirs cadrés. Les Angolais n'ont pas existé. Mais en seconde mi-temps, il y a eu comme une baisse de régime. Comment est-ce que vous l'expliquez? On a laissé le jeu, d'ailleurs, l'erreur ou le fait de jeu est venu dans un temps fort angolais, hein, sur le camp algérien. Comment est-ce que vous expliquez ces deux visages de l'équipe d'Algérie? هذا صحفي السؤال اللي عجبني بزاف قال له باللي في الشوط الاول كنا مضومينيين 100%. قال له زوج ليتير قادري، قال له استحواذ على الكره 70%، قال له يعني خلقنا فرص كلش الانضباط يعني كما نقولوا الانضباط او باريزو التناسق بين اللاعبين كانت كنا دايرين شوط رائع جدا. قال له في الشوط الثاني خلينا الكره للخصم، قال له الخصم كان مسيطر يعني او الخصم كان احسن منا في الشوط الثاني. واش تعطيني التوضيحات تاعك؟ وانا التوضيحات تاع جمال بلماضي شويه فيها تقدر تقول ايه عنده الحق وتقدر تقول ايه ما عندوش الحق، لان كانت دير تغييرات وتعرف كيفاش دير تغيير. بن طالب ما كانش مليح يدخل زروقي نورمال، رياض محرز ما كانش مليح يدخل تهمك لمصلحه المنتخب ولا لا لا، ما يهمنيش انا رياض محرز ولا بن طالب، بن طالب اليوم ما كانش، كان اوت، ضيع عده كرات وزاد كان بصفره بصفره على بالكش معناتها سونتينال بصفره. شفنا عده مرات اسماعيل بن ناصر كي كان سونتينال كيما نقولوا مع الميلان غير يدي صفره يخرجوه، صح ولا لا لا؟ لان سونتينال ما تلعبش، اذا راح لك سونتينال راح لك الوسط الميدان كاع راح تكسر، واذا سونتينال يبقى يلعب لك بصفره سوا يدي حمراء وسلكنا لها في ضربه الجزاء ما اداش حمراء، سوا ما يلعبلكش بنفس المستوى، يعني نحي خرجوا اول واحد يخرج هو. يخرج هو ويدخل في بلاصته لاعب واحد اخر. بوداوي يا خوتي وين راه بوداوي؟ معني صراو يطير دم اخر مباراه مع المنتخب، ماشي هذوما الزوج الاخرانيين اللي قبلهم، دخل بدل كاع المباراه تمام. انا بوداوي زيد عيط لي جمال بلماضي ما نروح، 6 سنين وانا في المنتخب مازال دكا اللي جوج اللي يلعبوا وانا ما نلعبش. والله ماشي صراحه نعطوا له فرصه طفيل هذا ولا لا لا؟ علاه مسكين؟ راهو يقدم اداءات رائعين ورانا في المنتخب كيفاش قدم اداء، فهمت يعني؟ انا باش تجيبني وباش تجيبني ما كان لا ما نجيش، هي ماشي مليح ما تجيش بصح، ولكن كيما نقولوا على الاقل نعطوا له فرصه. شفنا بن ناصر باريزون، بن ناصر بدا يطيح الريتم تاعو زاد اصفر، ندخل بوداوي يا سيدي، نخرج شايبي ونخرج بن ناصر وندخل بوداوي وندخل واسمه وندخل يعني حسام عوار، تغيير رائع. ندخل كيما نقولوا زروقي نحطوا سونتينال، عوار وبوداوي نحطهم في الامام. بوداوي عنده ليتي راهو يسجل، راهو يسجل مع النادي تاعو، فهمت ولا لا لا؟ يعني امورنا عادي نقدروا نهضروها هذه. ديجا دو دير جو بونس با كو سو revoir le match, mais je pense pas que cette deuxième mi-temps, bien sûr qu'elle est pas, elle est pas à l'image de cette première mi-temps, où on aurait dû faire le break. On aurait dû, on se l'est dit à la mi-temps, on va être encore plus tueur dans cette surface de réparation, sur le dernier geste, sur l'occupation de cette, cette surface, ce qui laissait la possibilité de ne pas avoir fait le break dans cette deuxième mi-temps à cette équipe d'Angolaise d'espérer. Ensuite, moi je suis plus d'accord sur l'idée du moment fort ou de notre moment faible à nous qui n'a pas duré un long moment, mais suffisamment pour aller nous faire mal, qui sur une situation où c'est même pas une occasion de. Il se retrouve certes dans notre surface de réparation, il n'est pas interdit de se retrouver dans notre surface de réparation, même si on préférait l'éviter, la preuve est. مي سي ميم با اون سيتياسيون او لو غا اي دون بوزيسيون ماركي جو با ما تلفلاش. نكملكم على هذه، قال له على صحفي اخي، قال له بين الفرق الشوط الاول والشوط الثاني، قال له بالماضي اوكي راني معاك كي تقول لي باريزوب الشوط الثاني ما كانش كيما الشوط الاول، ولكن ماشي باريزوب هما استحوذوا ولا كانوا يلعبوا كره وما شكلوش خطوره وبي، والهدف جاء عن طريق ضربه جزاء. وبالماضي لو كان شفتني قط الضعف والقوه ما نقولك شوف من الفيديو تاعي، ولكن لو كان تبعتهم تشوف باللي مسجلين 6 7 اهداف ضربات الجزاء، يعني منتخب يجيب ضربات الجزاء بزاف. كنت توصي اللاعبين اللي ما كان حتى احتكاك، هذه لازم تقرا نقاط الضعف ونقاط القوه. واش هي نقاط القوه؟ كيفاش يسجلوا الاهداف تاعهم؟ منتخب واسمه تاع انغولا قلنا باللي سجل الاهداف تاعو اغلب الاهداف تاعو 80%، قلتها في الفيديو 70% من ضربات الجزاء، وعنده 30% كيما نقولوا من من من
من الكرات الثابته، هادو تحرز عليهم ومشي معناتها تقعد تعز في هادو وتخليهم يدخلوا ويلعبوا، نو يقدر يدخل ويلعب لك ويماركي كثير. يعني لازم تكون واجد من كل النواحي. Donc, dans ce moment faible, je parlais de ça avec les joueurs à l'instant, ils ont réussi à se procurer ce penalty. C'est là où c'est douloureux et c'est là où c'est cruel. C'est vrai que cette deuxième mi-temps, elle n'est pas l'image du premier mi-temps, mais dans l'ensemble, il faudra revoir un peu tout ça. On a, à part certaines situations de transition, c'est normal. Tu as le contrôle du jeu, tu essaies de travailler cette équipe-là, ils sont en place, ils sont tous, donc ils récupèrent le ballon, ils ont bien sûr, ils ont des transitions, mais sans avoir été en danger. هذه اللي قلت لكم عليها، قال لك باللي كانوا كيما نقولوا ما كناش غايبين تماما في الشوط الثاني، ولكن كانوا من ذاك يسترجعوا كره ويديروا تحولات، قال لك وما كانتش خطيره جدا، يعني ابار بيما ماتينو الشوط الثاني كانوا قاتل، كانوا مستحوذين جمال بالماضي اكثر منا، بالك الاستحواذ بالك يكون قليل ولا بالك 50-50، بالك مستحوذين 55، بصح كانوا مستحوذين بزاف وكانوا هما مشكلين الخطوره حتى سجلوا علينا الهدف، رجعونا في الهدف لتما زدنا متنا، وبعد ولينا نضرب حنا كي يسجلوا علينا الهدف نولوا نضربوا برك. قال لك جمال بالماضي كيما نقولوا في الاوقات الحرجه بالنسبه لنا، كي نكونوا احنا في نقطه ضعفنا كيما نقولوا تتراجع بدنيا ولا خلاص عييت شويه، هما يكونوا في نقطه القوه تاعهم والكره عندهم كذا منا، قال لك المفروض انه ما نتلقاوش اهداف، قال لك المفروض انه ما نتلقاوش اهداف، قال لك وجات بيناتي، بيناتي داخله في اللعب. Moi, j'explique ce résultat par justement ça, sur notre moment faible, et ça arrive à toutes les équipes. On s'est fait punir. على بالنا صاريبا توت لي زيكيب قبل الماضي، بصح دوكا حنايا رانا في كاس افريقيا وراهي مغلوقه، ما راناش كيما نقولوا مباريات الي روتور، راه في كاس افريقيا لازم نتجنبوا نحاولوا، المباراه الاولى لازم ندخلوا نربحوها، هكذا نعاود نولي نتفكر 2022 في الكاميرون، تعادل بعد هزيمه بعد هزيمه، هذا ضد بوركينا فاسو ما راحش تكون سهله، يعني باش نتاهلوا من المرتبه الثالثه نولوا نحوسوا نكونوا من احسن ثلاث المرتبه الثالثه، هذيك هي الخطيره جدا. ومن بعد سقساها صحافي باش ما نكملكمش لان نطول عليكم الفيديو، سقساها صحافي على بالليلي وقال له مليح و و و و كان انتيريسون في الشوط الاول، سقساها على بونجاه قال لك انا عندي ثقه كبيره فيه و و و، قال لك بصح مع السخانه والتعب ما مهم. على كل حال زاد سقساها صحافي قال له باللي هل كيما نقولوا صعب المباراه كيما قلت انت يا باللي كيما ما كناش حابين هذا النتيجه هذو، قال له هل تاثر عليكم؟ قال له هي ايه تقدر تاثر، قال له ولكن لازم نكونوا مورالمون ملاح ضد البوركينا فاسو، قال له باسكو لو كان يطيح لك المورال قال له يعني خلاص تخرج من الدوره، اذا تاثر عليك المباراه هذه يعني خلاص راح تخرج من الدوره، ما عندنا ما نديروا في هذه الدوره، وهذه هي الحقيقه. شوف ضد البوركينا فاسو بعد نزيدوا لي فيديو، على كل حال نحكوا بزاف امور ضد البوركينا فاسو، ما كانش اللعب رياض محرز دكا، يقدر يدخل يقدم لك اداء عالمي، يقدر يدخل وما يقدم لكش، لان ما راهوش يقدم مؤخرا، نحكموا واش ما راهوش يقدم مؤخرا، من بعد يدخل ضد بوركينا فاسو يماركي هاتريك تقول لي شفت قلت لنا رياض محرز، نو راني نحكي على 10 مباريات اخيره ولا عنده مباريات الاخيره عام اكثر من عام، ما راهوش رياض محرز اللي نعرفه، راهو يمد غير 20 30% اللي عنده، تقول لي 20% 30% تكفي، اي تكفي خلي ما نخرجوا من الدور الاول، اقعد تحكي بالعاطفه، تحكوا على بالماضي بالعاطفه، انتوا تانيك بالعاطفه، اللي يحب رياض محرز نو، اللي يحب لاعب لازم يلعب اساسي، هذا هو المشكل ثاني. ما نطولش عليكم خاوتي، نقول لكم ليله سعيده، تصبحوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.